عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. وهنا رباط إذاعة المملكة المغربية. أهلا وسهلا بالجميع، كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. ما نطورش عليكم وندخلوا مباشرة في الموضوع. وهذا النهار غادي تكون جلسة مغربية تونسية مع الأخ محمد والأخ حنة بعل، وجري معهم واحد الحوار، وغادي تشوفوا بأن هاد الناس الآن غادي يعتبروا بأن قيس سعيد رئيس تونس عميل للنظام الأوليغارشي الجزائري، وبدأوا يطالبون الآن توانسة راه وصلت لهم العظم كيطالبوا بشكل مستعجل إغلاق الحدود التونسية الجزائرية. وغادي نشوف بعض الكواليس وبعض الأحداث خطيرة وخطيرة جدا، كيف يخطط النظام الجزائري. النظام الجزائري ما كيتعاداش غير مع المغرب، يكن العداء حتى للشعب التونسي. وغادي نشوف واحد الأحداث غريبة وغريبة جدا. قبل ما نمشي عند الأخ محمد وكذلك الأخ حنة بعل، أنا بغيت نوجه واحد الرسالة إلى الجمهور المغربي المشجع للمنتخب الوطني المغربي. حذاري ثم حذاري، هناك حسابات للدباب الإلكتروني الجزائري يعتقد أنهم مغاربة، ليسوا مغاربة بل جزائريين، كينشروا الصور ديال حكيم زياش، وكيوجهوا الرسالة للجمهور المغربي أنه في حالة عدم استدعاء وليد الركراكي لحكيم زياش خلال التربص القادم في عهد أكتوبر هذا ما يدخلوش إلى الملعب. حذاري ثم حذاري، هما عندهم الوضعية مزرية خاصة بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري. واواوا احنا على رابع العالم، عندنا منتخب مغربي الحمد لله كيشرف كل المغاربة. إذا هذه رسالتي، حذاري ثم حذاري، هذه حسابات جزائرية وليس حسابات للمغاربة. هذه أولا. إذا نمشيو لمسألة أخرى. هنا إلى لاحظتوا الإخوان قبل ما نمشيو عند الأخ محمد وكذلك الأخ حنة بعل من تونس، إلا شفت منذ حصوله على الولاية الثانية تبون الآن يريد بروفايل أقل فيما يتعلق بالخصومات مع كل الجهات التي تتعامل مع الجزائر مثل الإمارات مثل المغرب. لأن خلال حملة الانتخابية الإخوان إلشت بأن تبون على ما قاله ديك الكلمة الله يهديكم، راكم سمعتوا قال الله يهديهم، يتناقض مع مقولات سابقة كانت أشد خصومة. تبون هنا يرى أنه مجبر على تهدئة الأوضاع لأنه يعي أن الجزائر تنهار الآن وأصبحت تعيش عزلة إقليمية ودولية. هذا هو صحبتهم، احنا ماشي اذكياء ولكن كن على يقين بان هذا النظام سيظل يكن العداء للمملكه المغربيه الشريفه. قال لك سيدي لتهدئه الاوضاع الان ان مضفودك محمد العقاب وزير الاتصال الجزائري وجه واحد الرساله للاعلام ديال الزيغو الجزائري كيقول لهم انه خصكم تهدوا الاوضاع وتخفضوا من وتيره الهجوم على المغرب. إذن هذا دليل قاطع بأن النظام حس بأنه يعيش عزلة إقليمية ودولية، ولكن كما قلت لكم غادي يستمر هذا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. غادي نمشيو عند الأخ محمد وكذلك الأخ حنة بعل. هاد التوانسة هادو اللي وصلتهم العظم من خلال التدخل ديال الأخ محمد وكذلك الأخ حنة بعل، غادي تشوفوا الكواليس بعد الأحداث الخطيرة بأن النظام الأوليغارشي يريد هز استقرار الدولة التونسية. وغادي يكتشفوا بأن من خلال المعطيات غادي تسمعوها بالصوت، من خلال المعطيات بأن قيس سعيد عميل للكبرانات. أخ محمد مرحبا، نرجع عليه باش نبين لك الخيانة تاع الجزائر، وانت أرجع أنا اللي نصرد عليك الكل، أنا نعطيك المداخل الكل كل شيء تثبت فيها. هو قال ثم اتفاقية تاع مجرمين للقضاء المطلوبين للقضاء سواء كان في تونس ولا في الجزائر، يدخل مثلا جزائري مطلوب للقضاء في الجزائر تسلمه تونس، يدخل تونس تسلمه تونس، والعكس صحيح.
باهي احنا عندنا معارض البورقيبه صالح بن يوسف خرج على الجزائر طائره خاصه جزائريه تنقله لاسبانيا، من اسبانيا مشى لسويسرا وكان تقتله. لا علينا. زيد بعد محمد مزالي اسمع افايل هو رئيس الحكومه التونسيه الوزير الاول قبل رئيس حكومه، هو في منصب رئيس حكومه، هذا سرق ميزانيه تونس يخرج على الجزائر وتهزوا الجزائر من مطار تحطوا في اسبانيا. بعد الجيك القروي حديثا اللي هو كان منافس قيس سعيد وبالقضاء خرج من الجزائر. شوف شوف بقدرتي قادر. صافي سعيد ممكن ممكن عندك عليه معلومه، هذا كان مرشح واتهمه وجاته في فكت المهم تهم ركبوها له كيديه وهرب تراب الجزائر. من اللي دخل حكموه قولوا تزيريه شدوه رجعوه لتونس، خاطر خاطر شنو هو؟ لانه ضد قيس سعيد، وقيس سعيد حبيب حبيب الجزائري. هم اصلا في لايفات جزائريه يحكوا كان على قيس سعيد، ما يحكوش على تبون يموتوا على قيس سعيد لان عميل لهم. انا تونسي ونقول لك لماذا قيس سعيد، قيس سعيد نقول لك نعطيك السبب بعد نصل لك السبب وعند وترجع وتشوف وتتثبت به. ثم سيف الدين مخلوف معارض للرئيس دخل التراب الجزائري حكموه رجعوه رجعوه في القضاء. باهي هذه هذه الاولى. عندنا الشهيد شكري بالعيد ممكن راك تسمع به، هذا يتقتل في عمليه ارهابيه في التحقيقات ما وصلوش ما وصلوش لحاجه مؤكده. جاهم انسان اسمه فوزي بن مراد محامي من اللجنه اللي مكلفه على الدفاع على شكري بالعيد، عمل ندوه صحفيه قالها مراني عندي المعلومات وبالاثبات وبالوثائق بكل شيء اللي الجزائر هي اللي شاركت في قتل شكري بالعيد. عملنا دو الصحفية بقدرة قادر بعد أسبوع يموت، يموت سكتة قلبية. هذا باش تعرف الجزائري أكبر خونة تونس. ما نحكيش لك من عهد الاستعمار، من الأراضي المفكوك، الأحداث قفصة، نرجع لك حتى العصر كارتاج، حتى لو كان جات الوقت يسمح نرجع لك حتى العصور كارتاج. أكبر خيانة جينا من الجزائر لأنه كيان مصطنع. هما ممكن ياسر يقول لك أنا ما نحرضش، أنا أي جزائري أنا نعيش لبرا، أي جزائري نروح للبيت نلقاه بالكف. أنا مش مانيش مجرم قتل أرواح، أما نهينة إهانة لكل جزائري يدخل تونس، إهانة حتى ما عمل شيء هنا. شوف أنت أرجع المراجع الكل، أي عملية إرهابية توقع في تونس توقع في تونس إلا وقائدها جزائري، إلا وقائد الكتيبة جزائري. أي عملية عندنا 93 إرهابي جزائري مطلوبين للقضاء. هدوا قيس سعيد بالإرهاب، لهذا هو الضخ لهم. هم عملوا اتفاقية ممكن راك سمعت بها، اتفاقية ثلاثية اتحاد ليبيا الجزائر تونس، على أنهم الأمن، الأمن على الحدود. احنا الأفارقة الكل اللي دخلوا دخلوا على الجزائر وليبيا. أين تأمين هو تأمين الحدود وهي الاتفاقية الأمنية؟ إذا كان هذا التدخل ديال الأخ محمد من تونس. قبل ما نمشيو عند الأخ حنا بعل من تونس كذلك، هذا الذي أجرينا معاه مجموعة من الحوارات على منصة التيك توك في بوتيت مباشرة، يحب المغرب والمغاربة حتى النخاع. قبل ما نسمعوه في المداخلة ديال هذا الفيديو نسيت ما قلت لكمش واحد الحاجة. محمد العقاب وزير الاتصال الجزائري راه وجه واحد الرسالة إلى طبال العسكر حفيظ الدراجي كيقول له قال لك تبون حاول أنك تخفض داك الاستعداء تجاه المملكة المغربية الشريفة وضد المغاربة. قال له حفيظ الدراجي قال له ما على باليش ما قالوا ليش، وهانتم دابا ها هو قال لك أطبال العسكر حفيظ الدراجي بأنك تخفض من الوتيرة وأنك غادي تكتشفوا الإخوان باش تكتشفوا مع من حشرنا الله في الجوار والنفاق. دابا غادي تكتشفوا بأن حفيظ الدراجي غادي يستعمل التقية ليس إلا، ولكن العداء غادي يبقى هو هو. غادي نمشيو عند الأخ حنا بعل نسمعوه مزيان. أقول لن تأمن تونس إلا بغلق الحدود التونسية الجزائرية، ولن تتقدم تونس إلا بغلق الحدود التونسية الجزائرية. خراب، أينما حلت إيران
حل الخراب، وأينما حلت الجزائر حل الخراب، خراب تونس من الجزائر. نحن لا تأتينا الطعنة إلا في الظهر إلا من الجزائري. المغربي مستحيل، والليبي مستحيل، والسوداني مستحيل، كل إلا من الجزائر. مبتنا في المغاربة، وإن شاء الله وبإذن الله سأزور المغرب، شعبنا العزيز. والله أحب هذا الشعب، لا نفاق ولا غبار عليه. والله شعب، شعب طيب، شعب مسامح، يحسن اللغة العربية، لديه أدب الضيافة. والله لا أعرف المغرب، وليس لدي لا ناقة ولا جمل، لكن يتحفون بالأدب بالاحترام، مسامحين، كرماء، يتقنون اللغة العربية، تربوا على أيادي الملوك. شعب، شعب أقسم بالله لم أحب شعب مثل هذا. أنا تونسي حر، وأقول أقسم بدين الله العظيم أن المغرب بلد الثاني، وأول زيارة سأكون، أول زيارة لي لأول دولة عربية، وستكون إن شاء الله المغرب. جت المرأة التونسية مدافعا عن العلم التونسي والمرأة التونسية وعرض تونس وشرف تونس وتراب تونس، وعاشت المملكة المغربية، وحفظ الله شعبنا وحفظ الله لنا كلمة الحق. تحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبدورنا نتمنى الخير والاستقرار لدولة تونس وشعب تونس، وما يمسكم يمسنا. كنتمنى بأن العلاقات أنها تعود كما كانت هذه شحال. كان معكم الأستاذ أحمد، تقبلوا تحياتي، ترقبونا في طلعة أخرى. إلى اللقاء.